مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أصدر مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بيانا في أعقاب جلسته المستأنفة والتي عقدت برئاسة مصر بناء على طلب منها، ذلك لمناقشة التطورات حول فلسطين في الأعقاب، بل في أعقاب الاعتداءات الأخيرة على قطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية والأردنية والعربية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته. في هذا الإطار أعرب عن إدانته الشديدة للعدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين. عبر أيضا في الوقت نفسه عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس والتقدم بالتعازي لأسر الشهداء وضحايا العدوان. وطلب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. حث أيضا المجلس المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، ودعوة المحكمة إلى دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. طلب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال السماح للجنة بتقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021 بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن. دعا أيضا مجلس الأمن الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دعوة بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب حول العالم للتحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل نقل أهداف ومضامين هذا البيان. مشاهدينا، متواصلون معكم تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضراتكم وإلى اللقاء.